اكيد مشاركه سوبر ستار مشاركه يعني اروع من اروع المغامرات اللي يعني اللي غامرتها في حياتي اني جيت في لبنان يعني وشاركت المشاركه هذه من اروع المغامرات اقول لك واحلى مشاركه في حياتي واحلى شيء اني عرفت عالم وناس وعرفت اغني انه جميع يعني انواع الاغاني عرفت يعني كنت اول بس على الخليجي من الخليجي والحين صرت متنوع يعني خليجي عربي شرقي يعني حاجات كثيره As for me, there isn't any problem, and as for my family, no. When I go back to Syria, they are very very glad and very proud of me. نحن ما لازم نكون عنصريين وما لازم ندخل السياسي بالفن بس وانا مرتاحه كثير هون وحاسه حالي بين اهلي ويعني حتى كثير تاقلمت مع الجو هون وماني عارفه شلون بدي ارجع اتاقلم مع جو البيت لانه تعودت There's no problem with her nationality because all of us are Arabs so it's okay her voice is nice to be supported If you are a music listener, you have to listen to the music, and you have to ignore the other factors. No matter what kind of person he is, or from what nationality, or something like this.